مرحبا بكم. أحيانا لا تستطيع امتلاك شقة أحلامك، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجهك في الحياة. ليس عليك الاستياء، وعوضا عن ذلك عليك استخدام قوة خيالك. فعلى سبيل المثال، لتطوير مشروع سكني خاص لشريكك في السكن، من المحتمل أنك تفكر في كيفية فعلك لذلك. صدقني، هذا السؤال كثيرا ما يحير كل الأشخاص، وفي هذا الفيديو سنعرض عليكم مستودعا عادي وضع بين يدي شخص طموح وحالم حوله إلى شقة فريدة من نوعها. والآن انتبه لما سنعرضه على الشاشة. جرت أحداث هذه القصة في كوزيتانا في بوردو جنوب غرب فرنسا، والتي تشتهر كذلك بعاصمة العالم للنبيذ. لن نقوم اليوم بالتكلم عن هذه الأفكار الهائلة لهذا الأمر، بل بالأحرى معرفة كيف نستطيع استعمال ذكاءنا الفائق بطريقة صحيحة. لا يترك المصور الفرنسي المشهور جيريمي باكليز يوما واحدا من حياته يمضي بدون عمله المحبوب، وذلك أثناء رحلته غير المتوقعة، إذ لا يبتعد عن الكاميرا والعدسات والفلاشات والمنصات الثلاثية وأكثر من ذلك، إذ يبدو الأمر وكأن البطل ينام الليل وهو معانق لهذه الأغراض، ويبدو سعيدا بالرحلة بالطائرة بشكل مستمر، إلا أنه من المستحيل أن يسافر الإنسان طيلة حياته. ففي كل قصة يعود من رحلته البعيدة ليجد الانسجام الروحي والخوف من عدم امتلاك منزل. في يوم ما فكر المصور بشأن ذلك وقرر المجازفة وشراء منزل، وربما يكون هذا فحوى القصة، إذ فكر جيريمي بإخبار زميله في السكن بذلك. لكن عندما نظر الرجل إلى الخيارات كان متفاجئا بشكل غير مستحب. بالطبع فقد كان مشهورا جدا ويمتلك الكثير من المال، ولكن في المقابل فإن المصور ليس بإمكانه حتى شراء أساس منزل. نفس الوضع بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يقعون في نفس الخطأ، وذلك بالاستياء الذي بدوره يؤدي إلى الاستسلام. ولكن لحسن الحظ بطلنا ليس مثل هؤلاء، فقد بدأ جيريمي بالنظر إلى الخيارات المتاحة له لحل مشكلة سكنه. ففي يوم ما وجد جيريمي مستودعا عاديا جدا يقع خارج المدينة، وبالرغم من تواجده البعيد إلا أنه اتخذ القرار بشرائه فورا، لأنه المكان الوحيد الذي يمتلك القدرة على شرائه. ومما يجدر معرفته أن المبنى كان مكانا خاصا ويشمل ذلك الأشخاص الرياضيين، إذ تميز المكان بالمناخ الهادئ ذو الحد الأدنى من الضجيج. وهذا بالتحديد ما أراده جيريمي، أن يبتعد عن الناس وعن التجمعات السكنية وعن العمل المستمر، حيث أراد أن يكون وحيدا ومسترخيا بعيدا عن أي فوضى غير مجدية. فبعد شراء المبنى أقر المصور المتأني والحاذق أنه ليس عملا سهلا أن تحول هذا المستودع العادي إلى شقة فاخرة، وذلك ليس بالشيء السيء مقارنة بالمنازل الأخرى الموجودة في تلك المنطقة. بالطبع لقد استطاع جيريمي أن يكمل تلك المهمة على أكمل وجه، وكما هو معروف فقد كان مصورا معروفا ويعرف الكثير من الأشخاص الناجحين في مجالات عدة، مثل صداقته الوطيدة بالمهندس ماكاودي مارين الذي رحب بالفكرة فورا وشكر جيريمي على ثقته التي منحه إياها لتصميم شقته. أما بالنسبة لصديقه ماثاو فقد كان ذلك كنوع من التحدي الذي طالما تحقق له. وبعد مناقشة فكرة الشقة والاتفاق حول التفاصيل الداخلية، بدأ صديقان بالعمل على الفكرة غير الاعتيادية، وبانقضاء اليوم تحول ذلك المكان الواسع إلى غرفة حقيقية، وبذلك ارتفع مستوى السعادة والفرح لدى المصور الفرنسي. وبعد عدة أشهر تغيرت النظرة للمستودع من المكان الفوضوي الناجي من كارثة نووية، وأصبح يبدو الآن كشقة فخمة مقسمة إلى عدة مناطق كالمطبخ وغرفة معيشة صغيرة وورشة عمل. لقد طبق المهندس عدة أفكار مهمة واضعا بذلك أثاثا متعدد الوظائف. فعلى سبيل المثال وضع ماكاودي مارين خزانة كبيرة والتي تعد في نفس الوقت حمام، أما مكان العمل فكان مع المكتب، وكانت هناك أريكة أيضا لمشاهدة التلفاز، حتى وضع أيضا سرير في الطابق العلوي، إذ يمكنك كذلك الحصول على درج ضيق. وبعد ذلك حدثت مشكلة صغيرة تمثلت في انعدام دخول ضوء النهار إلى الغرفة، إلا أن المهندس مارين حل هذه المشكلة بوضع أبواب خشبية منزلقة ذات وظائف متعددة في آن واحد. فعلى سبيل المثال
بإمكان الجهة اليمنى أن تدفع بالكامل إلى الجهة اليسرى، مما يسمح لك بدخول الضوء إلى الغرفة. لقد نجح المصور الفرنسي في إثبات فكرة أنه إذا قمت بتشغيل رأسك فإنه بإمكانك إيجاد حلول عملية وغير متوقعة لأي مشكلة كانت، حتى ولو كنت تمتلك المال لشراء مستودع قديم فقط. هذا ما أردنا أن نقدمه لكم اليوم، أراكم المرة القادمة بإذن الله.